شكرا أستاذ، اسمح لي في البداية أن أوجه بالتحية إلى إخوتي والسادة السيد أبو بكر دكري وصديقي أستاذ عبد اللطيف بكدوري، وأحيي أيضا الطلبة الحاضرين معنا في والسادة الأساتذة، ونشكرهم على حسن الاهتمام والمتابعة. أود أن قبل أن أبدأ بالإجابة مباشرة إلى هذا السؤال الوجيه الذي وجهتموه إلينا، أود أن أعود قليلا إلى ما تفضل به الأستاذ عبد اللطيف بكدوري بخصوص هذه الإصلاحات الهامة التي قام بها صاحب الجلالة في الحقل الديني في المملكة المغربية. أعتقد هذا المعهد هو من ثمرات هذا الإصلاح، لأن كما نعلم جميعا في إفريقيا الإسلام له وجود قديم في إفريقيا، والمدارس كانت منتشرة في إفريقيا، هذا لا شك فيه، وكانت هناك مساجد وكانت هناك أئمة، لكن نظرا للحالة الدينية في المملكة المغربية وهذا الإصلاح الذي أدخله صاحب الجلالة في الحياة الدينية في المجتمع المغربية، هو من أهم الوسائل التي دعت القادة الأفارقة والشيوخ والمتصوفة إلى الاهتمام بالمملكة المغربية، وهذا هو السبب الرئيسي في تقديم بعض الدول وبعض الشيوخ وبعض العلماء من هذه الدول الإفريقية لجلب أبنائهم من الشباب للتلقي التكوين الديني في المملكة المغربية. إذن أقول هذا المعهد هو من ثمرة أو من ثمرة الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة المغربية في إصلاح الحقل الديني حتى يصبح في نهاية المطاف نموذجا يقتدى به. هذا ما أقوله في هذا المجال. وأيضا أضيف إلى ذلك أن هذه الطلبات التي جاءت من العديد من دول إفريقيا هي حصلت في ظرف زمني مناسب جدا، لأن كما نعلم جميعا في بلداننا الإفريقية مثل هذا المعهد الذي يهتم بتكوين الأئمة المرشدين هذا غير موجود تماما، أو أنا لا أعلم، حسب ما أعلم لا أعلم وجوده في العديد من بلدان إفريقيا، وهو ضروري، أمر ضروري جدا، يعني كمعهد مختص أظن أنه فريد من نوعه، هذا لا أعلمه أنا، وأصبح ضروري جدا كما نعلم جميعا، يعني الظروف الزمنية التي يعيشها العالم الإسلامي وخاصة إفريقيا